بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، فممكن تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وممكن كمان تعمل سبسكرايب، وممكن كمان تنزل تعمل كومنت كويس لو الفيديو عجبك، وممكن برضه تنزل تعمل كومنت سلبي لو الفيديو ما عجبكش وتشتم وتقول اللي انت عايزه، وممكن كمان تعمل ديسلايك، بس في الحالتين اشتركوا في القناه. هنتكلم النهارده على توماس توخيل، وهنتكلم على تشيلسي. ليه توماس توخيل كان خيار مميز بالنسبه لتشيلسي، وليه حاليا اداره تشيلسي ما تهمهاش قوي موضوع الاداء الجيد، وما يهمهاش موضوع ان الفريق نوعا ما بيبان جوه الملعب ان هو سلبي، بس بيقدر ان هو يحقق نتيجه، لان النتيجه بالنسبه إدارة تشيلسي هي المحرك الرئيسي اللي خلاهم بناء عليه اتعاقدوا مع مدير فني زي توماس توخيل. هتقولي ليه زي توماس توخيل؟ هقولك الموضوع سهل جدا وبسيط. توماس توخيل من انواع المديرين الفنيين اللي بيعرفوا يتعاملوا مع فرقه فيها تخمه وفيها عدد كبير من اللعيبه المميزين المطالب باشراكهم. دي بتكون حاجه صعبه جدا على مدير فني عنده ثبات في التشكيل وعنده افكار ثابته بالنسبه له في الملعب، ان اهم حاجه نثبت التشكيل، ما نعرفش في التشكيل كتير علشان خاطر لو لعبنا في التشكيل الموضوع يبقى صعب بالنسبه لنا. دي مش عند توخيل. توخيل عنده اريحيه ان هو ممكن يغير التشكيل كل مباراه، بس دلوقتي الحاجه اللي اتغيرت بالنسبه لتوخيل من ساعه ما وصل لتشيلسي هي طريقه اللعب. طريقه اللعب توخيل كان تقريبا كده كان جاي حاططها في دماغه ان انا لازم اثبت طريقه لعب، وعادي جدا ان انا اقعد العب في العناصر اللي جوه الملعب، دي هتكون سهله جدا بالنسبه لي، ودي كانت نقطه ضعفه جوه باريس سان جيرمان، ان هو بيغير طريقه اللعب كل مباراه او مباراتين، وبيغير كمان اللعيبه كل مباراه ومباراتين، فمدير فني ما عندوش ثبات في التشكيل، ولا عندك ثبات في طريقه اللعب، الموضوع كان صعب. هو جاي هنا تشيلسي عندي ثبات في طريقه اللعب، بس ما عنديش ثبات في التشكيل، عندي 3-4-2-1، ما عنديش اي مانع ان انا اغير في الثلاثي الدفاعي كل مباراه، تلاقي تياجو في الملعب، تلاقي اسبليكوتا في الملعب، تلاقي روديجر في الملعب، تلاقي زوما في الملعب، تلاقي كريستيانسن في الملعب، ما عنديش اي مشكله، المهم ان احنا يكون في شكل واضح وثابت جوه الملعب، وهو ان احنا بنلعب 3 في الخط الخلفي. الخط الامامي على الاطراف بتلاقي ان الراجل واضح، هندفع هنلعب جنشيرو ناحيه الشمال، هنهاجم هنلعب ماركوس الونسو ناحيه الشمال. الونسو عنده وجبات هجوميه اكتر من وجبات الدفاعيه، او بالبلدي الونسو ما بيعرفش يدافع، فلازم علشان نلعب ماركوس الونسو يكون بيهاجم بس. هنلعب النهارده بطريقه دفاعيه ناحيه الشمال، بنشيرو كويس جدا وبيعرف ان هو يدي الادوار الدفاعيه، ولو عنا جيد في الادوار الهجوميه. الناحيه الثانيه هنلعب بلاعب نوعا ما بيأدي ادوار متوازنه، ريس جيمس ناحيه اليمين. طب هنلعب بلعيب عنده جبهه هجوميه اكتر علشان خاطر بنشاول هيكون موجود جوه الملعب وهيقفل ناحيه الشمال دفاعي، يبقى نلعب بكالم هودسون اودوي. دي حاجات ثابته بالنسبه لتوماس توخيل، بس ايه المتغيرات؟ اللعيبه. طب بالنسبه لنص الملعب، لا ما يقدرش يغير في نص الملعب، لان كوفاتيتش وجورجينيو هم تقريبا كده الحجر الاساسي بالنسبه لطريقه اللعب، والحجر الاساسي ده اللي لو فيه مشكله في مباراه هتلاقي ان الموضوع راح لمباراه وسيناريو ويست بروم، هتلاقي ان نص الملعب بتاعك مضروب، عندك واحد من اللعيبه المميزين او من اللعيبه الاهم جوه الملعب اللي هم لعيبه نص الملعب بالنسبه لك ضاربين، هتلاقي ان انت خلاص خط الدفاع بقى مفتوح وخط الدفاع بقى مباح لاي هجوم، وده اللي حصل بالظبط مباراه ويست بروم بعد المستوى السيء اللي كان عليه جورجينيو. طبعا كوفيتيتش بيأدي اداء مميز جدا واداء جيد جدا، غير ان انت اساسا ما عندكش بدلاء كتير، هو عندك كانتي وكانتي بيلعب هو وجورجينيو، بس انت دلوقتي بتمحتاج انت تلعب بجورجينيو اكتر علشان كانتي بدا الوجبات الدفاعيه بتاعته تكون نوعا ما سيئه، وبدات الوجبات الدفاعيه بتاعته تكون فيها مشاكل، فموضوع ان انت تستقر على جورجينيو هو حاليا الخيار المتاح. الثلاثه اللي قدام بقى عمر فيهم مشكله، الثلاثه اللي قدام فيهم مشكله ليه؟ انت رحت جبت لي تيمو فيرنر، رحت جبت لي حكيم زياش، رحت جبت لي كاي هافيرتز، وكمان عندنا تامي ابراهام، وعندنا كمان كان كالم هودسون اودوي بيلعب ناحيه اليمين، انا شفت تصريفه لكالم وبقيت بلعبه على الطرف. فايه المشكله بقى اللي موجوده هجوميا؟ انا لو لعبت دلوقتي، لو لعبت حكيم زياش ولعبت هنا موسم مونت، او لعبت حكيم زياش ومعاه كريستيان بولوسيتش، مش هلعب موسم مونت، ولو ما لعبتش موسم مونت هيتقال عليا ان انا مدير فني سايء من الاعلام الانجليزي، لان انت مطالب ان انت تحط موسم مونت ده فرانك لامبارد الجديد، ومطالب كمان انك تحط تامر ابراهام لو جاهز. ولو حضرتك تامر ابراهيم وموسم مونت هيبان قوي ان انت مدير فني خايف من الانتقادات الاعلاميه، يبقى معنى كده ايه؟ انك تحط اثنين لعيبه جايين بدعم من الاداره زي مثلا كاي فيرتز وزي تيمو فيرنر، جايين بصفقات كتير ومبالغ عاليه، فمفترض انك تحطهم، لو حطيتهم هتتهاجم من الاعلام الانجليزي. طب لو حضرتك حكيم زياش وكريستيان بولوسيتش هتتهاجم من اكتر حاجه عجبتني توظيف كاي فيرتز، لازم يتحط 9 لان الراجل ما ينفعش يتحط 11 على الطرف ولا يتحط 7 على الطرف، الموضوع يكون بالنسبه له صعب. كاي فيرتز مش لعيب سريع، كاي فيرتز لعيب عنده بطء غير عادي في حركته، كاي فيرتز الراجل كور عاليه هيقدر ان هو ياخد،
لو موجود في منطقه الجزاء وفي حل متاح ان هو يصوب الراجل بيعرف يجيب اهداف، وده اللي عمله في مباراه كريستال بالاس. الراجل خد جزء من الثانيه بس، عدل ركن الهدف الاول جه، المباراه سهلت على الفريق. وبالمناسبه تشيلسي عمل شوط اول عظيم جدا قدام كريستال بالاس. شوط اول تشيلسي كان بيقدم كوره ولا امتع، لمجرد بس انك عملت ثبات في تشكيل مباراتين ورا بعض. التشغيله الوحيده كانت هي كريستيان بوليسيتش، وكان كان مكان تيمو فيرنر، بس الفريق كان واضح ان هو واقف جوه الملعب على رجليه، وده نتيجه ثبات التشكيل. بس انت ثبات التشكيل هنرجع نتكلم فيه، انت بيتم التعاقد معاك علشان انت مش بتحب ثبات التشكيل، عشان خاطر انت بتحب تغير كتير، وانت كل ميزتك كما توماس توخيل انك بتعرف تتعامل مع فريق فيه تخمه من النجوم، فانت جاي اساسا علشان خاطر تغير اللعيبه، انت جاي علشان تدي لكل اللعيبه الموجودين في منظومه تشيلسي. علشان كده لما كنت بتكلم مع الناس على حته ان حكيم زياش وقته كده كده جاي، فانا كنت بتكلم معاك على حاجه انا شايفها، وشايف ان توماس توخيل مجبر ان هو يدي لكل اللعيبه المتاحين معاه في تشيلسي. مفيش حاجه اسمها حد يبقى اساسي وحد يبقى احتياطي. هتقول لي دي مشكله؟ طبعا دي مشكله. الاداء احيانا بيكون سيء جدا لعدم الانسجام اللي موجود جوه الملعب، ودي بتشكل مشكله. بس انت طالما بتكسب الناس مش هتقعد تتكلم عن الموضوع. الناس دايما بتقول لك المكسب بيجيب مكسب، والمكسب بيغطي على حاجات كتير، حاجات كتير منها من العك الكتير اللي بيعمله اللعيبه، منهم مثلا سوء اداره المدير الفني المباراه النهارده. بس اهم حاجه ايه؟ المكسب. وطالما المكسب جه الناس هتقول لك ايه؟ الراجل ده عمل مباراه عظيمه. والدليل على كده مباراه بورتو. الناس اللي ما شافتش المباراه فتشيلسي عمل مباراه سيئه جدا، بس تشيلسي قدر ان هو يخلصها في الاخر. ايه اللي حصل؟ الناس كلها اتكلمت على براعه وعظمه توماس توخيل ان هو عارف يكسب بورتو. علشان تعرف يا عزيزي ان الكره ملهاش ثوابت، اما لو انت منتظر ان زياش ياخد مركز في تشيلسي، فانا بقول لك ان الراجل جاي اساسا علشان خاطر ما يخليش حاجه اسمها اساسي واحتياطي. فانت بتتكلم في ايه يا عزيزي؟ اعرف ان زياش هيلعب مباراه، مش هيلعب مباراتين، هيلعب المباراه الثالثه اللي بعديها. عرفت الوضع بالنسبه للفريق ماشي ازاي؟ طالما عرفت بقى اعمل لايك، ولو ما عرفتش فالموضوع صعب بالنسبه لك يا صديقي بعد الفيديو ده، ما تكونش عرفت الدنيا بالنسبه لتشيلسي رايحه فين وجايه منين. واشتركوا في القناه في الحلقه